قال ان ممكن الزمالك يجيب ميسي. طب يا فندم ما انت بدل ما تجيب ميسي ما تجيب رمضان صبحي. ميسي قصده ميسي بتاع المقص. لا لا سئل لما طارق جبريل اعتقد كان تصريح لطارق جبريل كان في احد القنوات. عايز يجيب مين؟ ميسي لما قال له ميسي قصده على ميسي بتاع المقص. يبقى ارجع لي بس تعالوا 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 نبارك للكابتن بدر حامد طبعا على توليه منصب مدير قطاعات الناشئين في نادي او رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. كابتن بدر اهلا بيك والف مليون مبروك. استاذ احمد ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا ابو كباتن اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله كابتن احمد. يعني منصب كبير واعتقد ان انت اداه وقدود ان شاء الله. الله يخليك واشكرك واشكرك واشكر ضيوفك الكرام. انا طبعا بتوجه اولا للشكر للكابتن طارق يحيى على المجهود الفتره اللي فاتت اللي عمله، وعمل مجهود كبير جدا وعمل انتاج محترم. بشكر مجلس الاداره المحترم للثقه اللي احنا فيها ان شاء الله. كابتن بدر هو كده معناه الكابتن طارق ما عادش موجود في النادي يعني حتى في اي منصب من المناصب؟ لا 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 كابتن طارق موجود. انا احنا بدلت انا وطارق المراكز زي ما احنا، لكن كابتن طارق موجود. يعني حضرتك اللي بقيت حضرتك اللي بقيت يعني ماسك رئيس المنظومه ورئيس الهرم؟ يعني انا رئيس المنظومه وكابتن طارق ماسك مدير قطاع الناشئين. مدير قطاع الناشئين. طب فلسفه التغيير ده يا كابتن بدر يعني من وجهه نظرك ايه؟ لا هي من وجهه نظر الاداره، يعني هم الاداره شافت ان محتاج تغيير فغيروا. تمام. هل في تغييرات جوهريه بقى في المدربين في الاداريين، ولا هتمشي بنفس السيستم بشكل مؤقت يعني؟ لا 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 احنا عاملين استراتيجيه او فلسفه لمده 4 سنين مع الاداره. اول حاجه هنعمل كوادر محترمه جدا لنادي الزمالك بالنسبه للمدربين في محاضرات في كره القدم وفي الفيزيكال فيتنس وفي النفسي. هنختار المدربين على كاتيجوري معين، الاي لايسنس والبي لايسنس، دول لازم يكونوا ولاد النادي برضو، خبره لا تقل عن 10 سنوات. يعني هنعمل اللي عملنا حاجه محترمه جدا كده ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. يعني كابتن بدر طبعا ده كان قرار الاداره ولا بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر؟ انا بلغت من اكيد طبعا بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر، انا بلغت من اداره النادي. تمام. نتمنى لك يا رب كل توفيق يا كابتن بدر، واعتقد انها مهمه ان شاء الله تكون قدها وقدود دائما وابدا، وانت واحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين. بتمنى لك كل توفيق ان شاء الله يا ابو كباتن. شكرا كابتن احمد وتحياتي لضيوفك الكرام. بالمناسبه يا كابتن بدر لو حضرتك لسه معايا في سؤال عايز اساله حضرتك كده على الهامش، يعني بحكم ان انت راجل زملكاوي عتيد يعني. اتفضل. ايه رايك في ان الزمالك يلعب مع اسوان يوم 9 في ظل تلاحم مباريات بتتكلم على 7 مباريات في اقل من 20 يوم؟ التليفون فصل. تمام ماشي. كنت عايز تعلق على حاجه كريم. على قصه بس ان احنا يعني ممكن نجيب ميسي دي. يعني عشان بس اليومين الجايين الناس هتعرف تفاصيل المشكله دي والازمه دي. يعني كان في جلسه بين كابتن فاروق طبعا كمستشار، فاروق جعفر كمستشار لمجلس الاداره في امور الكوره، وكابتن حسين السيد مع كارتيرو. امتى الجلسه؟ يعني خلال اليومين اللي فاتوا دول تقريبا. عشان بديل ساسي. الراجل مليون في المية خلاص ساسي، خلاص الموضوع خلص. عشان بس الناس بتطلع تتكلم وتقول لك ساسي عرض وساسي هيرجع وكده. اسمي مادلين حنا، سني 29 سنة، كان وزني قبل العملية 155 وبعد العملية وصلت 100 خلال سنة. كان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار. ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عملية تحويل مسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.